انه انا ما بدو اطلب كمان منهم انه يحبوا سوريا اذا ما بيعرفوا سوريا. هو ليس سوريا ولا حتى عربيا، هو مجرد كاهن هولندي قرر البقاء في حمص المحاصرة عندما هجرتها الحياة. يكون في بقلب حمص هون جنينة. إن وصلت إلى دير الآباء اليسوعيين في حمص القديمة وطرقت بابه، يفتح لك الأب فرانس فاندرلاخت قلبه ومسكنه، كيف لا وهو رئيس هذا الدير ورجل الدين المسيحي الوحيد المتبقي في هذه الأحياء القديمة، أحياء بقي فيها 66 مسيحيا فقط من أصل أكثر من 60,000 كانوا يسكنونها قبل بدء النزاع. نحن نحب الحياة ونحب نعيش وما بنحب نموت. يساعد في تأمين الغذاء، الدواء والمسكن، كما يقدم المساعدة للذين يعانون من اضطرابات نفسية ناتجة عن معاناتهم التي يقول الأب فرانس إنها دفعت الناس إلى الجنون، وعندما يسأل عن عدم اكتراث المجتمع الدولي لآلامهم يضحك ويقول أنا كمان أنا أقول هذا مو معقول، مو معقول إنه نحن بهالوضع وما بيعملوا شيء. هذا الكاهن البالغ من العمر 75 عاماً يردد مراراً في أحاديثه أنه واحد من أبناء حمص بعدما أمضى سنوات طوالاً في بلادهم، فيقول أنا حصلت على الكثير من الشعب السوري، وإذا كان الشعب السوري يتألم حالياً فأحب أن أشاركه ألمه ومشاكله.